ستقايق تسمع في إيكوماغ وقيت لك غوند انترفيو. لا غوند انترفيو. نفس الموضوع مانيش خارجين منه لانه اليوم يطرح العديد من نقاط الاستفهام في علاقه بسياسه الدوله التونسيه فيما يخص الدين العمومي. هذا على شنو نحكيه، وتحديدا نحكيه على الديون الخارجيه للبلاد التونسيه وفكره اعاده هيكله الديون. قبل كنا نطرحه في الموضوع بشكل نظري، نقاشات داخليه، لكن اليوم النقاشات ولت اوسع بكثير. نحكيه على شركات التصنيف الدولي اللي كانت حكيت على الموضوع هذايا وطرحته على الطاولة منذ نهاية السنة اللي فاتت، مش من جديد، أكثر من مؤسسة. واليوم آخر الأخبار تحكي على صندوق النقد الدولي، وآخر انترفيو لكريستينا جورجيفا اللي هي المديرة العامة لصندوق النقد الدولي لتتحدث عن ضغوطات للتقدم في هذا الملف وطرح الملف هذايا على الطاولة، وهو إعادة هيكلة ديون دول تحديدا بعينها اللي هي سريلانكا، تونس ومصر. هذا على شنو باش نحكيه اليوم، لكن باش نحكيه على شنو المقصود بإعادة هيكلة الديون، على أي ديون نتحدث، عن أي أطراف نتحدث. هذا حديثنا باش يكون مع ضيفنا السيد سمير أرجايق المحلل والخبير المالي. مرحبا بك. عايشك. شكرا لك. مرحبا عايشك. شكرا لك على قبول الدعوة والحضور. بطبيعة عبدالسلام الهرشي معنا. خليني نبدأ معك ساعة من البداية ومين كملنا البارح، لأنه البارح كان المنطلق الحديث نتاعنا حول ما صرحت به المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، ونحن باش نمشيو نشوفوا القرار هذايا على شنو تبني بالضبط، ولكن ما المقصود بفكرة إعادة هيكلة الديون. قبل هذايا خلينا نمشيو نشوفوا الناس الساعة في الشارع التونسي شنو قالوا وقت اللي نسألوهم هل من المستحسن أن تونس تقبل إعادة هيكلة ديونها وإلا لا، وبعد نجي معاك لأكثر تفاصيل. قولك. حسب رأيي تونس مجبورة إنها تعاود تجدول ديونها الداخلية، هذا أول حاجة، وبعد تخمم في ديونها الخارجية. بون أنا سمعت كما أي مواطنة تونسية في وسائل الإعلام إنه فما برشا قروض جاء وقت سدادها، أما مش عارفين تونس منين باش تخلصها. ربي يقدر الخير وكهو. والله شوف، أنا حاجة تحير، يعني إذا تقبل تونس إنه تجدول ديونها هذا اعتراف انه تونس دخلت في معناها في مستوى الافلاس، وهذا معناه يضر بالاقتصاد ويضر بالاستثمارات الخارجيه في تونس، ويعطي ربما سمعه خايبه لتونس، وهذا معناه يضرها نصور اكثر من اللي ينفعها. صندوق النقد الدولي يطلب اللي يحب، ولكن يلزم تونس تحاول تعاود في معناها وتساهم في انعاش الاقتصاد، تحاول بالامكانيات اللي عندها تحاول تشجع على الفلاحة، على الصناعة، حاول تخلق الثروة. معناش حتى حل آخر يلزمها تقبل، ما كانش مانيش باش ناخذوا من عنده فلوس. نحن اليوم في حاجة أكيدة ليهم، وكان ما ناخذوش فلوس البلاد باش تقف. دونك تونس ما عندها حتى حل آخر غير إنها تقبل. جدولة الديون هي في مصلحة صندوق النقد الدولي أنه يحب فلوسه، ولكن بالنسبة للدولة التونسية هذية راهو يضر، وهذه باش تكون سابقة عندها تبعاتها، وما عادش تسلفنا حتى الدولة، وما عادش تسلفنا حتى مؤسسة مالية أجنبية. دونك حسب رأيي يلزم تونس ما تمشيش في المنحة هذه، المنحة سهل ولكن باش يضر تونس أكثر من ينفعها. يلزم في أقرب وقت إجراءات باش يحاولوا يسرعوا معناها في إنعاش الاقتصاد ويخلقوا ثروة. ما عندناش حتى شواء، وربي قدر الخير. إيش قولك؟ يلزمنا ما يلزمناش؟ تعليق صغير عليك كنت ناس تحكي فيه. بالضبط. التعليق اللي تقال فيه برشا، معناها في برشا ما يتقال في برشا صحيح. الامور معناها متشعبه، والامور معناها معقده، مش بال معناها بالسهوله هذه باش الوضعيه اللي احنا فيها اليوم معناها الوضعيه تنجم تتحل. اليوم ما ننساوش اللي اليوم الدين العام نتاعنا في تونس معناها ماشي لاكثر من 100% معناها من الدخل معناها نتاعنا. معناها يعني اليوم الصندوق النقد الدولي عمره ما طلب اللي باش احنا نمشيو له. احنا مشينا له لانه معناها كما تعرفوا، وهذا معناها ما بين قوسين، هو انه الصندوق النقد الدولي مؤسسه ماليه معناها تلم معناها تحت اللواء نتاعها اكثر من 190 دوله، يعني واللي معناها ما بين المهام نتاعها هي ايفيكتيمون معناها سلامه السيوله، هي سلامه معناها الديون نتاع الدول اللي منضويه تحتها الى غير ذلك. ولذا معناها يعني هذه مساله متشعبه شويه تو.
لانه وصلنا معناها الحد اللي معناها بكل امانه معناها اليوم شنو اللي زارجيمون اليوم نتاعنا باش نجمو نعطيوهم لافامي باش ما نجموش نجدولو منها الدين العام نتاعنا. خلينا نفهموا ساعه الفكره في حد ذاتها وما يقترحه صندوق النقد الدولي ما بين اعاده هيكله الديون وخلينا نفرق وسنحط شويه شنو الفرق شنو اعاده هيكله شنو اعاده جدوله الديون شنو بالضبط الاسوره باش نفهموا يعطيك صحه. هو انه بون هذا يلزم الحديث باش نحكيه على زوج جوانب. الجانب الاول هو سكون ابل لو كلوب دو باري كنا نسمعوا بنادي باريس نادي باريس وكذا. والجانب الثاني هو صندوق النقد الدولي. في هذوما معناها فما اونيونس ما بيناتهم زوج. هو انه معناها الكلوب دو باري ولا نادي باريس هو نادي الدائنين معناها هو النادي اللي معناها اللي يلم معناها الدائنين نتاع البلدان المعنيه واللي هي معناها في حاله معناها افلاس وهما يتلموا البلدان هذوما ويقروا اعاده هيكله ولا اعاده جدوله الديون نتاع البلدان هذه بدون معناها تدخلات معناها في النمط الاقتصادي وبدون معناها سكون ابل معناها بدون اي شروط معناتها يعطيك صح معناها برامج اقتصاديه او سياسات عامه يعطيك صح بدون تدخل في البرامج الاقتصاديه نتاع الدول هذه. عكس الصندوق النقد الدولي هو انه معناها كما قلنا يدخل ليس فقط في اعاده الجدول تنشوفوا شنو الجوانب نتاعها واعاده معناها اعاده الجدول نتاعها لكن يتدخل معناها في السياسات الاقتصاديه السياسات الاقتصاديه ويدخل في السياسه الجبائيه ويدخل في سياسه الصرف ويدخل في سياسه معناها الحوكمه نتاع 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 المؤسسات نتاع نتاع الاداره ويدخل معناها في المؤسسات الحكوميه في المؤسسات نتاع الدوله وغيره. دونك ولذا الفرق هذا معناها فما اونتيت نيونس ما بيناتهم. لكن بالنسبه لنادي باريس أيوة. يتم هذا اللي تحكي فيه كنت بطلب من المدين معناتها يمشي يقدم ملف ويقول بالضبط. راني غير قادر على السداد هاو الملف نتاعي وهو كذا ولكن كي نمشيو لنادي باريس فما نمشيو لنادي باريس هو انه نادي باريس ساعه كما قلت بك في السؤال نتاعك هو شنو باش تكون الصيغه نتاع التدخل وانه ينجم يكون اعاده الجدول سيتادير معناها نطولوا معناها في مده استرجاع القرض وبهيك معناها يوقع تخفيض معناها سكون ابلو سيرفيس لا ديت لي زانتري والبرينسيبال ولا طرح جزء من الدين هذاك وغيره. وزاد كيف معناها وقت نقولوا معناها نادي باريس هو انه تنجم تقول التكلفه نتاعو تكلفه غاليه زاد. بما معناه؟ ما معناه انه نسب الفائده اللي باش تترتب على اعاده الجدول هذيك باش تكون نسب فائده معناها مشطه اللي تنجم توصل ل 15% تو. ونفس الشيء بالنسبه لاعاده الجدول حتى في صندوق النقد الدولي معناها نسب الفائده نشوف في نسب فائده عاليه برشا. تقول نسب الفائده هنا نحكي تقريبا تنجم تكون نفسها نسب الفائده على الاسواق الدوليه معناتها المطبقه بطبيعه الحال. هو 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 انت تعمل معاه اتفاق من اجل ازمه نتاع ديون شنو يعمل لك نسبه فائده باش يزيد يدخلك في ازمه نتاع ديون لان هذيك فلوس لانه اعطاك هو بيع لك الزمن تقريبا معناتها هو في النهايه الاتفاق هذا اللي يضمن هو ليس فقط اعاده الجدول هو فما اعاده الجدول وينجم يطلبوا معناها انغلونج فينانسي انا بوي فينانسي وهذا كل عنده تكلفه. فماش مؤسسه ماليه في العالم تعطيك اعاده الجدول 30 سنه معناها بسعر فائده معناها 1 ولا 2%. احنا كنا قبل والترقيم السيادي نتاعنا قبل يسمح لنا باش نداينوا بنسب فائده معناها منخفضه جدا. ونتذكر انه معناها ثلاثه مرات مشي للصندوق النقد الدولي وقت الساعة قبل ثلاثة مرات وأنه وقت اللي نتذكر معناها في فترة بورقيبة وفترة معناها بن علي وأنه كنا ندينوا معناها على السوق المالية الدولية معناها بدي تو دانتيري معناها ريال اللي كيفروا لو زيرو براتيكمون أونتر زيرو و 2%. اليوم اللي نسلفوا بنسب فايدة معناها أربع وخمس مرات من الفايدة هذه. هذا فيما يخص نادي باريس وقلنا إن يقع توجه لنادي باريس من قبل المدين بطلب منه لأسباب كنا وصفناها تقريبا. بالنسبة لصندوق النقد الدولي وما هو مطروح روح اليوم ما يطرحه صندوق النقد الدولي مع دولة كيما تونس بالضبط. فيما يخص إعادة هيكلة الديون كيف بالضبط. تتمثل أو فيما تتمثل هذه العملية بالضبط؟ بالضبط اليوم ساعة إذا ما نفهم حاجة الوضع اللي احنا فيه اليوم خاصة معناها بعد اللي صار معناها التدخل من الحرب الأوكرانية الروسية تعرفوا اللي اليوم معناها حسب معناها آخر تقرير نتاع صندوق النقد الدولي اللي خرج الخميس اللي فات ولا الجمعة اللي قبلها أنه فما 143 دولة
معناها في العالم على 190 باش يشهدوا معناها انخفاض معناها وانخفاضات كبرى معناها في الداخل نتاعهم. اكثر من هيك فما 60% هذه قالته معناها كريستينا جورجيفا معناها قالت لي انه معناها 60% من الدول اللي الدخل نتاعها ضعيف باش يقع اعاده الجدوله نتاع الديون نتاعهم الكل. باش نوريك معناها اليوم يعني الازمه وين ماشي. يعني 60% من الدول الضعيفه من الدول اللي الدخل نتاعها ضعيف باش يقع اعاده الجدوله نتاعها. ودايور انا شفنا بدات معناها سيريلانكا على ديكلاري فايت معناها واليوم معناها لونفلوب معناها نتاع ريستوراسيون معناها البورت سور جو سي با سور 3.4 مليار دو دولار. اليوم شفنا معناها لبنان بيان كو معناها اوفيسيلمون سا با ايتي ديكلاري كومي تو ان بيي اون فايت. اليوم شفنا مصر افيك صعوبات اللي عندها معناها وكيفاش مشات معناها اليوم طالبه عندها برنامج كامل لتدخل معناها صندوق النقد الدولي بالرغم انه مصر ماهيش معناها مازالت كيف تحصلت على وديعه معناها من الاماراتيين على ما اظن معناها بقيمه 5 مليار دولار. يعني كل هذه البلدان وجملتهم تونس تو انا تونس معناها فما حاجه ما اللي معناها اللي ما نجم من الحقيقه ما فهمتهاش وانه معناها السيد المحافظ الطبقه المركزي يقول انه رانا ماشيين لا فهمي ولكن ماناش طالبين جد يعني هذا باش نجيه بعد شويه اللي رفض تام من قبل صندوق الجهات التونسيه في شخص حتى محافظ البنك المركزي التونسي السيد مروان عباسي انه هذا مش يكون موجود في وثيقه اتفاق مع صندوق النقد الدولي في حين انه صندوق النقد الدولي يدفع نحو هذا. وشفنا حتى كريستالينا جورجيفا تقول اللي راهو باش تكون فما حتى ضغوطات لانه هذا يقع. خليني ساعه حتى قبل ما نمشي للفكر التونسي ولا وجهه النظر التونسيه شنو ما الديون او نوعيه الديون التي ستقع اعاده هيكلتها مع صندوق النقد الدولي؟ صح يلزمنا فما ثلاثه انواع من الديون. فما الديون اللي تخص معناها الدوله التونسيه اللي اخذت الديون هذيك من معناها عند معناها الاطراف المقرضه الدوليه كصندوق النقد الدولي كالبنك الدولي البنك الافريقي للتنميه كالبنك الاوروبي الى غير ذلك. فما قروض اخذناهم سكون ابل معناها لي ديت بيلاتيرال وتسلفنا من الدول. وفما القروض الثالثه النوعيه معناها البيلاتيرال ينجم يكونوا حتى معناها والنوعيه الثالثه هما انه القروض اللي تسلفتهم الشركات بضمان الدوله التونسيه. نحكي على معناها الشركات معناها الحكوميه نتاعنا معناها كيما ستاك كيما سونات الشركات العموميه بضمان الدوله التونسيه. وفما الديون اللي متسلفينهم البريفي يعني اللي دي بريفي اللي يخرجوا يتسلفوا فلوس. دونك فما اربع معناها انواع من الديون. في مخص محادثاتنا مع صندوق النقد الدولي يخص معناها يخص الثلاثه جوانب الاولى يعني بيلاتيرال دون ثنائيه وحتى الديون اللي الدوله التونسيه ضمن فيها من ناحيه مؤسسات من المؤسسات العموميه وبالنسبه للبنوك كيف زاد معناها هذوما ثلاثه معناها لي تخوا تيب دو ديت ولا كاتيجوري ديت اللي اليوم باش يقع معناها اللي يخصهم معناها فكره اعاده او مشروع اعاده الهيكله فيما سيتدخل بالضبط صندوق النقد الدولي. شنو معناتها؟ خاطر اليوم وقت نحكيو على ديدات بيلاتيرال او ديون ثنائيه ذي في علاقه بالدول لكن نعرفوا مليح اللي صندوق النقد الدولي عنده نحكيو على علاقه مباشره مع اكبر 7 دول في العالم الوزن الاكبر اليوم اللي هما جسات مثلا. وقت نحكيو على صندوق النقد الدولي هو عنصر او فرع من جمله من العناصر الاخرى كنت تحكي على الباد على الـ على الـ على البي على البنك الدولي على معناتها فما جمله اخرى من العناصر اي البنك الاوروبي اي. وبالتالي كيفاش باش تكون طريقه تدخل صندوق النقد الدولي بالضبط؟ طريقه التدخل هو انه معناها اليوم معناها لازم نشوفوا معناها اول حاجه بالنسبه لهم شنو معناها القدرات الاقتصاد نتاعنا اليوم وقت اللي انت باش توقع اعاده الجدول نتاعك سيتادير اليوم باش تشوفوا الانفلوب جلوبال نتاع الديت نتاعك. اليوم الديت نتاعنا اكستيريور سي ابوبري 34 مليار دولار 34 مليار دولار اليوم كاش اليوم تونس سيرفيس لاديت تدفع ما يقارب 12000 مليار معناها 12 مليار دينار سنويا معناها سيرفيس لاديت خدمه الدين يعني الاصل معناها والفائده
بينما كي تشوف اليوم معناها المعطيات الاقتصاديه لي دوني ايكونوميك تاع تونس ماهوش ممكن بتاتا باللي نحبوا على المستوى القريب وحتى على المستوى البعيد. كي نقول قريب معناها عام وعامين، المستوى المتوسط معناها 4-5 سنين، مستحيل باش الاقتصاد نتاعنا يكون معناها قادر على ترجيع 12000 مليار معناها في عام. وقالته البنك الدولي معناها ربي الصندوق النقد الدولي قالوا معناها بصفه معناها اكسبليسيت، قالوا راه الاقتصاد التونسي منجم اليوم في الوضع اللي احنا فيه اليوم حتى على 5-6 سنين قدام غير قادر باش يتحمل اكثر من ترجيع 2 مليار دولار، ما يقارب 6 معناها 5.6 مليار مليار دينار بالتونسي. يعني فما اشكاليه كبيره، وراه اليوم ما لازم نفهموا حاجه اليوم انه معناها اكثر من عندي بعض المعطيات، اليوم تونس تخصص اكثر من 25% من الموارد نتاعها لاستخلاص الدين، بينما تخصص 12% برك لقطاع الصحه. يعني اللي قلت نقولوا الدين راهو معناها حاجه مهمه جدا وحاجه معناها صعيبه برشا. دونك كاش ما يصير واش يصير هو انه معناها باش يجتمعوا يشوفوا القدرات الاقتصاد نتاعنا شنو اليوم الاقتصاد نتاعنا وين نجم يوصل. تقول باش يجتمعوا شكون بالضبط، على شكون قاعدين نحكي؟ لا على صندوق النقد الدولي. صندوق النقد الدولي قلنا ماهوش وحده، في علاقه بمختلف الاطراف هذوما. اكيد انه معناها الصندوق النقد الدولي عنده معناها ما يسمح له باش يتحدث باسم الاطراف الاخرين. او بشكل اخر هل سيكون لتونس الخيار، باش نرجع بعد فكره انه تونس غير قابله للموضوع، لكن هل سيكون لتونس الخيار في ما يخص نوعيه الديون؟ انا نحب معناتها او باش يكون تكون عمليه استراتيجيه تقنيه فيها دراسه لي، هل نتحدث عن ديون ثنائيه او نتحدث عن الديون مع المؤسسه التمويل الدوليه؟ على شنو قاعدين نحكي بالضبط؟ احنا باش نحكيو تو على ثلاثه انواع تاع الديون اللي قلت عليها تو، معناها الديون الكل. اللي بتاتو الكل باش يتحطوا في الطاوله الكل، هذا متاكد منه. معناها باش الصندوق النقد الدولي وقت لها تو وزير الاقتصاد مشى ومحافظ البنك المركزي مشى، معناها ايفيكتيفمون عندهم ثلاثه هذوما، معناها يعني هذا كونستيتي دايور معناها 70 ولا 80% من الدين العام تاعنا الكل. يعني بشويه يحكيو بالمعناها على ثلاثه نوع تاع الديون هذه، الديون اللي صرفناها من المؤسسات المقرضه لافامي والبنك مونديال والباد وغيره، مع معناها الديون اللي صرفناها بيلاتيرالمون واللي اليوم معناها سون دي ديت، يعني كي نحبوا نكروا سون دي ديت اليوم معناها خايبه شويه معناها فهمتني. وزيد معناها اليوم الدوله ضامنه في قروض اللي المؤسسات نتاع الدوله نتاعنا تسلفتها، الشركه الدوله تسلفتها غير قادره على غير قادره على 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 بيلاتيرال. مثلا القرض قطري مثلا داخل في الحكايه هذه ينجم بطبيعه الحال اليوم هذاك علاش هما الدول، علاش هما المشكله نتاعنا وين اليوم؟ حتى دوله ما حبت تقرضنا اليوم على البنك ولا حتى دوله، علاش؟ لانه بكل ما سنوا في ديسيون تاع صندوق النقد الدولي كان حبوا ما راه قالوا لي جاب نعملوا كذا. حتى السعوديه بطبيعه الحال كله اللي نقولوا فيه على ما يبدو مشينا للسعوديه قلت لازم اللي قاعدين نحكيوا فيه هذايا ينجم يكون مخالف لي مثلا تقرير، شفت التقرير كرايسيس جروب فيما يخص مثلا من ضمن النقاط اللي تقالت الحديث عن مجموعة السبع واللي نحكيوا عليها اليوم زادة كيف في إطار فكرة إعادة الهيكل اللي طرح صندوق النقد الدولي. هاو ما نشوفه باغادوكسالما في التقرير هذا كرايسيس جروب انه الجسد يطرحوا مش إعادة هيكلة الديون لكن تحويل الديون إلى استثمارات، هاو فما فكرة مختلفة جملة تماما لمجموعة اللي هي معنية بالمقترح نتاع صندوق النقد الدولي. أنا بصراحة من هذه الفكرة من عش اسكو مازالت قايمة اليوم ولا؟ هذه ما عندهاش برشا راهو نحكيو عندها تقريبا أسبوعين الموضوع داير. شوف الإشكالية كل معناها فما مشكلة تاع الثقة كل أمان، فما إشكالية كبيرة في تونس اليوم، الأزمة اللي نعيشوا فيها مع اللي بيردفوا هذوما سي أزمة الثقة، ما عادش عندهم ثقة فينا. مشينا لافامي شنو؟ مشينا المرلول 2016 ومشينا كذا لافامي شنو؟ قلنا لهم اللي احنا راهو فما ثورة ناشئة، فما ثورة في البلاد معناها كذا، فما ثورة في البلاد معناها نتاع إسلام معناها الإسلاميزم هذا معناها كذا، ولكن طلعنا في الآخر كل مرة واحنا معناها كذا. يا جماعة تجارب المؤسسات هذه مع الدول راهي نحن تجربتنا تجربة بسيطة، الأرجنتين مشت 15 مرة و15 مرة تخلف بوعودها ولليوم معناها عامل تالي خذات موافقة والبرلمان الأرجنتيني صادق على اتفاقية القرض ب 45 مليار دولار. يعني هما يعرفوا ديجا حتى في تقييمهم للقرض الثاني يقول لك نحن
استهنا بالانتقال الديمقراطي الصعب في تونس. صحيح. يعني مش صحيح. مش احنا برك نتحملوا الفاتوره. انا ناكد ونعاود هو انه اليوم وقع معناها حتى تسلفناه احنا مازلنا كاخذين معناها 3000 مليار ولا 2000 فاصل 4 2016 سلكنا منه 2016 1.6 لانه البرنامج اللي اتفقنا عليه ما صارش ما طبقناش. عندنا اشكاليه كبيره راهو وهذا ايش قلت لك طبعا عندنا مشكله نتاع ثقه. عندنا مشكله نتاع ثقه كبيره انه ما عادش يثقوا فينا. اي ولكن الثقه هذه نتساءل حول وقت نلقاو اللي وجهات النظر مختلفه. اليوم عندك مؤسسه دوليه تطرح فكره اعاده هيكله الديون رسميا تقريبا، في المقابل مجموعه معنيه بالنقاش هذايا اللي هي مجموعه السبعه تقترح في حاجه اخرى منذ اسبوعين اللي هي مع تحويل الديون الى استثمارات. انا اتصور هذه معناها كيفاش نقولوها يعني لعب ادوار لا اكثر ولا اقل. معناها بالنسبه لي انا معناها فماش كون نجم يتكلم معناها قدامنا في الامور هذه معناها اعاده معناها تغيير معناها ولا معناها لو ريسيكلاج لا ديت معناها اون بروجي الحقيقه كونفيرسيون دو لي ديت. اليوم وصلنا لدرجه انه معناها بون صعيبه شوي. الاشكاليه هاني قلت لك فما المعطيات الاقتصاديه اليوم اللي عند الفمي ترتكز على معطى مهم جدا لازم نتفهم. المعطى هو انه الاقتصاد نتاعنا اليوم في الوضع نتاعنا حتى اموان تيرم غير قادر باستخلاص معناها 4.3 ولا 3.5 مليار دولار 10000 مليار. اليوم الاقتصاد نتاعنا في اقصى حاله. مروان العباسي كي تحكي معاه يقول لك ينجم مستحيل. علاش ما نقولش مستحيل؟ هو يعرف اكثر مني. اما هاني نقولها لك الناس كل معناها والاقتصاديين وشوف نجم تحكي معاهم الاقتصاد نتاعنا اليوم ما ينجمش يرجع اكثر من 2 معناها مليار دولار. علاش مال اليوم فما شبه حسم على خاطر كي نقراو في بلومبرغ دايوغ التصريحات في الكواليس هي صارت انه لن يكون هناك اتفاق او لن يتضمن اتفاق تونس مع صندوق النقد الدولي اي نقطه تحتوي على اعاده الهيكل او تنص على اعاده الهيكل. ماشيين لو اهمل نسالكم علاش ما نعرفش الربيع اش من الربيع مصر علاش مصر علاش ماشيه مصر عندها برنامج اصلاحي اقتصادي ماشي مش ماشي لاعاده الهيكل مصر يعطيك الصحه. احنا ليش ماشيين؟ احنا اليوم الدين العام تاعنا 100%. هذه الاشكاليه شني اليوم راه الدين نتاعنا كبير برشا ومشاكلنا كبيره برشا. كان خذينا عملنا خطوات راه ما تنساش. اليوم عندنا اقتصاد اللي مده 10 سنين يعمل في 0.5% معناها النمو مقابل مسل ريال كي اوغمونت ب 12% مده 10 سنين راه الا سنه معناها 5 فصل. معناها اليوم عندنا نظام جبائي معناها متهري. ايوه ولكن سي سمير نحب نفهم انا نحب تفسير منطقي بما انك انت تقول ما فما حتى منطق وتونس دوله غير قادره على سداد ديونها سنويا. معناتها نحكيو على خدمه الدين تحكي على تقريبا 12 مليار من الدينارات اللي حاجه مستحيله انت تقول سنويا هذا يصير. واش ماله في المقابل الجهات الرسميه التونسيه تعتبر انه هذايا مش باش يصير. علاش؟ انا حسب رايي هاني باش نقولها تو. حسب رايي لانه لا فاهميها باش نقول لك نمشيو له عندنا فاتوره لازم ندفعوها. الفاتوره ندفعوها شنو هي؟ كل مره مشينا لا فامي مشينا 62 ولا 63 مشينا 86 مشينا 2016 اشاك فوا الى اون ديفالواسيون تاع الدينار التونسي نتاعنا ب 15%. احنا تو اذا كان باش نقولوا ماشيين بو لا ريسكولاسيون دو لا ديت راهو حط في بالك الدينار نتاعنا غدا باش ينقص 20% من القيمه نتاعو. ولذا بونجور لي ديغا. هاو الرسم. انا وهذا كلام وهذا هو المعمول حتى في الارجنتين في اي دول. أيوة علاش يقول لك وبالتالي 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 شنو اليوم شنو الموقف الرسمي ممكن تتخذه تونس في الوضع هذا علما وانه كيما قلت لي ريبيركسيون كنت صفهم شنو بالضبط. والله يا ريم شوف بكل امانه يعني حسب ما معرفتي بالوضع وحسب معنى قراءاتي وحسب قراءتي لليوم معنى للوضع اللي احنا فيه اليوم معنى la restructuration de la dette nta'na elle est inéluctable inévitable ce n'est plus un choix معناتها اليوم ماعادش شوا بالعكس هذه الخطوه الاولى راهو ما لازم نردوا بالنا الجستيفيكاسيون تاع رفض المحافظ البنك المركزي هاني قلت لك علاش تدهور الامكانيه تدهور الدينار بالك هو في اخر الموندا نتاعو يقول لك خويا ما تحبش هي حكايه موندا حكايه الدوله هذه تتواصل اي ثم ناس تخم يقول لك الموندا نتاعي ما نحبش نعاود الجدول هذا وبيع لان معنا كيفاش هكا الدولة تدار هكا بالعكس انا يعني كي نمشي في مؤسسة في العالم الكل نمشي الناس تخمم على كارير نجم نموت المؤسسة نتاعي هي اللي تقعد
محافظ البنك المركزي غدوه يمشي. هذا كلام الناس تخمم في كاريرها السياسيه. انا ما خممتش في كاريري. لا ولكن اللي تقول فيه تويكا زاده معناتها ما فيهوش منطق، لانه باهي اليوم تقول لا لكن هاك مجبور باش تقول اي من بعد. مالا شنو بالضبط قلناها قبل الاخير؟ سمعت نهار وصار ديفالياسيون تاع الدينار، يقول لك فما كلمه يقولوها، ما يقولوش تخفيض من قيمه الدينار، يقول قد وقع معناها مش تعويم ميم با انزلاق. اي يعطيك صح. كما في الاسعار الاسعار نطلعوا فيها وانا نقولوا لا والله معناها تعديل الاسعار، انا تعديل هي تعديل لوطا ما عدل فوق يعني. اي دونك معناها هذاك هو خي، هذوما بلدان تسالك فلوس وما عندكش مقدر اليوم باش ترجع. شنو الحل؟ كيما البنك، وراني نعاود نقول البلاد كيما البنك. تونس الوضع اليوم نتاع تونس سي اون فامي كي ايبر اونديتي. الحل شنو؟ سهل برشا، زوج حلول عندك. الحل الاول نمشي نتفاهم الساعه مع العدول المنافذ ومع البنكاجي، فماش ميطولي ويك عندي شويه ذهب نبيع ونخلص اموري. الحل الثاني ولادي اللي معايا في الدار ومرتي اللي معايا في الدار يخدموا بعض، يلزمني نقول لهم راهو اليوم ها وشوف احنا كيفاش كنا نعيشوا اكثر من الطاقه نتاعنا وين وصلتنا، ولذا ما عادش فما حد شيء، ما عادش فما ياغورت، ما عادش فما ما نعرفش فواجات البر، وما عادش فما كذا، ولكن هذايا هذا يطرح اشكاليات كبيره. بدي يغرق هذايا. اي مالش نيه. هذا مزوز يلزمها، ما فماش حل اخر، احنا في نفس الحكايه اليوم. سافودير شنو؟ سافودير يلزمنا نقبلوا اليوم باش نعملوا سكيراسيون دو لا ديت، ويلزمنا نتفاهموا مع الاطراف نتاعنا ما بيناتنا كتوانسه هنا ونصارحوا الشعب خاصه. كيما صار اليونان، اليونان علاش خرجت اليونان؟ هي كانت هي ولا مش هي اليونان؟ ما كانت معناها واقفه هكا. خرجت سيبراس وقتها نتذكر كيما تو. عمل خطاب كبير برشا في المجلس. قال لهم يا ناس باش نخرجوا وراهم الازمه نتاعنا، عندكم اول حلول. الحلول اول حاجه قال لهم باش نقصوا الساعه الشهري ونقصوا الانتري 30%. ثاني حاجه باش نبيعوا الابراط. ثالث حاجه عندنا جزر باش نبيعوه. احنا اليوم كلهم هذوما حمر، وحمر مش حمر برك، حمر يللش ولا. لا انت خاصه المثال الاول اللي عطيته اللي هو تقليص مستويات عيش التوانسه اللي هي ديجا منحطه معناتها وكارثيه. الاخر انت تحكي على المواطن اليوناني يتغش التوانسه وما يسمعوا، على خاطر كان عايش فوق من طاقته ياسر، لكن التونسي هو عايش تحت الارض معناتها اليوم. شنو باش نحيلوا اليوم؟ لا غال هذه السياسه اللي صارت لنا 10 سنين اخويا العزيز. رانا اليوم عندنا في 680 الف في الوظيفه العموميه. اليوم راهو عندك الكتله الاجور 50% من ميزان هو الوقت فيه. سنتوجه الى اعاده هيكله الديون سيد سمير. ما عندناش حتى خيار اخر. حتى خيار او فماش او ما يسكمش نتخلقوا. ما عادش فما في حال ما رفضت تونس باش تضطر بعد مده انها توجه نحو نادي باريس وحدها وتقدم ملفها. لا عندش حتى حل. واضح. شكرا لك سمير رقايق المحلل المالي، يعطيك صحة على حضورك بحضرنا. نحن مازلنا مواصلين معكم نوعية نقدم لكم الأخبار وبعد نرجع نحكيو على العالم بين